كانت الأحجار الكريمة، إعداد وتقديم فريق عمر رشيد حباشو. رشيد حباشو أول عالم عربي متخصص في علم الأحجار الكريمة. تعد الماسة الوردية أحد أنواع الماسات التي تحتوي على نفس العناصر التي توجد في معظم الماسات المعروفة الأخرى، فيما عدا أنها تملك لونا ورديا. ويعد سبب اكتساب الماسة الوردية للونها أمر مثير للجدل بين علماء الأحجار الكريمة، ولكن يعزى السبب في معظم الأحيان إلى الضغط الإضافي الهائل الذي تتعرض له الماسات أثناء عمل تشكلها داخل باطن الأرض. وتنتمي الماسات الوردية إلى فئة فرعية من الماسات التي يطلق عليها اسم الماسات الملونة الفاخرة Fancy Diamond، وهو المسمى الشامل لجميع الألماسات الملونة. وتتباين الألماسات الوردية ما بين ماسات لا تشوبها شائبة إلى أخرى تحتوي على شوائب مثل الألماسات البيضاء. وقد اكتشفت العديد من الألماسات الوردية الصافية التي لا تحتوي من الداخل على شوائب، ولكن يعرف بأن هناك ماسة واحدة فقط لا تشوبها شائبة كليا، وهي النجمة الوردية. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. للانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة. لانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو، أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة، فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة، فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة.